ثانية خلونا نروح ونتابع آخر الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي وفرقه المختلفة من خلال زميلتنا العزيزة منى إبراهيم. منى موجودة حاليا في مقر النادي الأهلي في الجزيرة. منى صباح الفل عليك، اتفضلي. يا صباح الخير عليك يا كريم، صباح الخير يا نهواندو، بصبح اكيد على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد في بدايه الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي، واكيد كمان اخبار رياضيه اهلاويه كمان جديده. خلوني في البدايه ابتدي بالفريق الاول لكره القدم واللي بيعود لتدريباته النهارده مره تانية الساعه 1:30 ان شاء الله الظهر على ملعب مختار التتش بعد الراحه اللي كانت لمده 8 ايام. النهارده الفريق هيرجع تدريباته بشكل طبيعي ان شاء الله، يمكن الفريق كامل ما عدا طبعا الدوليين واللي منهم كمان رامي ربيعه اللي تم استدعائه امس للمنتخب الوطني طبعا علشان تعويض غياب محمد عبد المنعم اللي كان اصيب في مباراه مصر والسنغال الاخيره، واللي يعني يمكن دكتور احمد ابو عبله كان قال ان ما كانش في داعي لتدخل الجراحي علشان يردوا العظمه اللي في الانف، كان بس تحت تاثير البنج تم رد العظمه المصابه في الانف، وان شاء الله ان هو عده ايام بس وهيرجع ان شاء الله للتدريبات مره ثانيه طبيعي. طبعا هيبقى تدريب حذر مع الفريق في خلال الايام المقبله، هيبقى في واقي على الانف علشان يقدر ان هو ينزل التدريبات بشكل طبيعي ان شاء الله. ان شاء الله كمان يقدر ان هو يرجع او يلحق بمباراه طبعا النادي الاهلي والهلال يوم الاحد القادم ان شاء الله. تدريب النهارده كمان هينضم له محمد هاني اللي كان عنده او بعد شفائه اصابته في شد في العضله الضمه، وكمان بيرسي تاوي اللي كان عنده كدمه بسيطه في الركبه. اما باقي فرق الرياضيه المختلفه خلونا نبتدي برجال كره السله اللي عندهم راحه لمده 3 ايام من النهارده وهيعودوا ان شاء الله لتدريباتهم بشكل طبيعي يوم الاربعاء القادم استعدادا للدور نصف النهائي من بطوله دوري السوبر. كمان رجال الطايره النهارده مستمرين في تدريباتهم بشكل طبيعي استعدادا للدور نصف النهائي من بطوله الدوري. اما سيدات السله النهارده فراحه من التدريبات بعد فوزهم على هليوبلس في دور نصف النهائي من دوري السوبر بنظام بيست اوف 3 واللي انتهى 2-1 لصالح النادي الاهلي. اول مباراه جمعت بين النادي الاهلي وهليوبلس انتهت ب 92-82 للنادي الاهلي، والثانيه المباراه الثانيه قدر يتعادل فيها نادي هليوبلس وخلصت بنتيجة 71-70 لنادي هليوبلس. أما المباراة الثالثة واللي كانت فاصلة علشان تحدد مين هيصعد للدور النهائي وهيواجه نادي سبورتنج كانت لصالح النادي الأهلي، انتهت بنتيجة 70-63، صعد النادي الأهلي للدور النهائي وهيقابل إن شاء الله نادي سبورتنج يوم 5 إبريل بنظام بيست أوف 5. اما كره الطايره سيدات عندهم مباراه بكره ان شاء الله مع نادي وادي دجله في الدوري، والنهارده هتكون اخر تمرينه او اخر بروفا قبل الماتش ان شاء الله، اكيد هيتكلموا من خلالها وهيعدوا الفريق بشكل قوي ان شاء الله المباراه القادمه من الدوري. اما كره اليد سيدات فالنهارده راحه من التدريبات بعد فوزهم على نادي سبورتنج بنتيجه 21-29 ضمن منافسات المرحله الثانيه من الدوري، والمباراه اللي جايه هتكون يوم الخميس ان شاء الله مع نادي الجزيره. نهواندو كريم، دي كانت كل اخبارنا من نادي من داخل النادي الاهلي هنا بالجزيره، بشكركم جدا والعوده اليكم مره ثانيه في الاستوديو، اتفضلوا. احنا اللي بنشكر الجزيل الشكر زميلتنا العزيزه منى ابراهيم على هذه التغطيه، ودلوقتي نروح بقى مع حضراتكم الى الصحافه الرياضيه. شايف الجو الحلو والتوافد طبعا. العضلي الساعه كام دلوقتي؟ 11 الا ربع، يعني يمكن برضو بدري، برضو ده يعتبر يعني ساعات مبكره، لكن الاقبال من قبل الاعضاء الاعمار المختلفه، يمكن كمان شفنا اعمار مختلفه موجوده، والجو اعتقد ابتدى يتحسن بشكل كبير جدا.